صباح الخير ست ميرنا. صباح النور. أهلا وسهلا فيك ولكل المشاهدين. أهلا فيك ست ميرنا. يعني طبعا نعرف قديش الجسم التمريضي وإضافة يعني ممرضات وممرضين وأطباء قديش هني نحن دائما عم نقول هني خط الدفاع الأول عنا، هني دروع البشرية يلي عم تكون بيننا وبين غزوة هذا الفيروس، هني الجزء الكبير والأكبر من بعض الله يلي حامينا خلينا نقول بهالبلد. ولفتي طبعا تحية إكبار لها جسم كله سوا، ولفتي قديش عم بيكون مؤلم المشاهد يلي عم نشوفها سواء عبر السوشيال ميديا وهذه الصور، قدي عم بيعاني هذا الجسم التمريضي، كيف عم نشوفهم نايمين على الأرض من تعبهم 24 على 24 ساعة الشغل، محرومين من رؤية عوائلهم وأهلهم، إضافة إلى الضغط النفسي وتحمل طبعا غضب المواطن يلي كمان مش من إيده لأنه هيدي دولته وصلته لهون بهيدا الإطار. وصفي لي على السريع وضع الجسم التمريضي اليوم. أول شيء بدي أشكرك سمر على هالتحية يلي عم بتوجهيها للطواقم التمريضية، بس أنا بحب زيد شغلة، أنت قلتي من بعد الله هني عم بيساعدونا، أنا بحب زيد لا، هن لحالهم ما فيهم يساعدوا، المواطن هو كمان بده يساعد حاله بالجائحة، كلنا سوا بدنا نكون ايد واحدة. يعني اذا نحن عم نشتغل على الارض بالمستشفيات لنساعد العالم، بس في شغل كتير على كتاف المواطن، وهالشغل هو كتير بسيط، انه يحمي حاله، يحط الكمامة، التباعد الجسدي، ويغسلوا ايديهم. هلا الوضع التمريضي على الارض كثير عم نسمعه وما بدي اعيد حالي، اكيد عدد مرضاته المرضين الموجود هلا بالمستشفيات منه كافي لتقدر المستشفيات توسع الأسرة، وهيدا سبب من الاسباب. بس بحب كمل الجملة وقول عدد المرضات والمرضين يلي موجود بلبنان هو عدد كافي، الرجاء فتح باب التوظيف، الرجاء استثمار كل القوى التمريضية نقدر نشغلها. في عنا 1200 خريج جديد، هول يمكن بعدهم قاعدين ببيوتهم، في منهم بلشوا المستشفيات تاخذهم، بس في العدد الأكبر قاعد ببيوتهم. هيدا الجزء الأساسي ست ميرنا يلي بدي ناقشه، أنه اليوم طلعت صرخة المستشفيات بسواد الأعظم خلينا نقول، وكبريات المستشفيات أيضا في لبنان يلي عم تطلب، عم تعمل ريكروتمنت، يلي عم تطلب فعلا ممرضات وممرضين أنه ينضموا لها، وهيدا بيفتح الباب، وهون بيفتح الباب للنقاش كمان. قديش اليوم نسمع كلام تنكون منطقيين كمان، انه يلي فايت اول سنه او ثاني سنه او ثالث سنه تمريض بيقدر يساعد ويكون موجود، ويلي تخرج كمان الخريجين اللي حضرتك عم تتحدثي عنهم كمان، هل هن جاهزين لخوض غمار العمل ام بحاجه الى نوع من التدريب؟ لانه اليوم وضع كورونا هيدا شيء جديد يعني مش مارق من قبل عليهم. أوكي، أنا بشترك على السؤال الكتير المهم. أكيد أكيد أول سنة وتاني سنة وتالت سنة هن ما فيهم يكونوا على الأرض لحالهم، فيهم يساعدوا بأشياء بسيطة، لأنه التمريض هو مش بس نعرف نعمل الشيء، في كمان شغل ذهني بيصير عند الممرضة والممرض لما يتعاطوا مع المريض. هلأ الخريجين الجداد إذا بدنا نحكي على مرض هذا الكوفيد بحيلا طابق عادي، هيدا الكوفيد 19 او كوفيد 20 من ابيخ الفيروسات يلي التمريض بيشتغل فيها، منا شغله كبيره، بس اكيد يلي بدهم يشتغلوا بالعنايه المركزه بالاي سي يو اكيد بدهم تدريب اكثر. اصلا اللي بيتخرجوا جديد عندهم مهله من 3 لـ6 اشهر بينحطوا تدريب على الأرض، وبيكون عندهم مرضى أو مرض عندهم خبرة أكثر منهم، هن بيكونوا عم بيشتغلوا معهم. بس كمان يلي بيشتغلوا بالعناية المركزة هالمدة بتمتد أوقات لـ9 أشهر، لأنه أصلاً العناية المركزة هي شيء معقد شوي،
كيف تا اذا عم نحكي على مريض بعنايه مركزه وهو عنده كوفيد؟ مشان هيك نحن اللي بحزننا سمر كنقابه وانا كنقيبه انه انا كنت عم بحذر من هالشيء، واذا بترجعوا بتراجعوا كل الاطلالات الاعلاميه والبيانات انا كنت عم بحذر من هالشيء، وهلا عم بحذر من يلي بده يصير اذا نحن ما رجعنا طلعنا بالامر بطريقه مختلفه. مرضاتنا ومرضينا صاير فل منهم 600 شخص. نعم. مش رقم صغير هيدا لذوي الخبرات ومن حملة الشهادات. طيب على الرغم من عملية الهجرة، خلينا نقول القصرية يلي صارت. نعم. من قبل بعض الممرضات والممرضين، طبعا يعني بالنهاية في موضوع تحسين ظروف مادية، في عندك وضع اقتصادي ضاغط بالبلد أجبر بعض هؤلاء أنه يغادروا للعمل في مكان آخر، بس حضرتك عم تقولي عنا ما زال العدد الكافي على الأرض. نعم. اللي بيقدر يساعده. هلأ مع طلبات المستشفيات، مع عمليات توسيع والذهاب إلى مستشفيات ميدانية، مع أيضا كمان بعض العائلات المقتدرة يلي هي بحاجة إن عم يطلبوا كمان ممرضات أو ممرضين على المنازل. السؤال الأساسي هون ست ميرنا، قدي بحاجة الممرض أو الممرضة المتخرج حديثا ليجهز إنه يقدر يقوم ب خلينا نقول يكون جاهز تدريبيا انه يقدر يقوم بهذه العمليه، سواء اكان بموضوع العنايه المركزه او بالطوابق المخصصه للكورونا؟ نحن هلا عم نشتغل بظرف استثنائي، يعني ما فينا نتطلع على الموضوع مثل ما كنا بنطلع عليه قبل بحيالله ظرف عادي. هلا بده يصير في توزيع مختلف للمرضات والمرضين يلي عندهم خبرة مع المرضات والمرضين الجداد. إذا عرفنا وزعنا على الطوابق العادي وعلى الطوابق الكوفيد، نحن فينا نبلش بظرف شهر نبلش ندمج بطريقة تعطينا فعالية، يعني نصير نقدر نترك شوي الخريجين الجداد لحالهم وبيكون معهم حدا من عنده خبرة بخلي عينه عليهم، بس بيكون بهالوقت هني عم بيتحملوا مسؤوليات أكثر. أكيد نحن ما فينا عم نشتغل بإمرجنسي، ما فينا نطبق ذات القصص يلي كنا منطبقها بالأوقات العادية. طيب بس كمان بس بنفس الوقت ست ميرنا، بس في سلامة المريض أكيد. أكيد أكيد. بس بنفس الوقت اليوم لأنه نحن بحالة طارئة، يمكن الأفضل أنه بعملية الدمج يلي تحدثتي فيها ويلي هي بتساعد الممرض المتخرج حديثا أنه يندعك شوي بموضوع العمل. عم يجينا اتصالات هلأ من عدد كبير من الشباب والشابات يلي تخرجوا مثل ما عم بيقولوا لي بالكنترول من مدرسة التمريض، يعني صاروا ممرضين مجازين عم بيقدموا طلبة على مستشفيات ما عم يقبلون رغم حاجتهم لأنه ما في خبرة. طيب هيدي كيف بدكم تقدروا توازوا فيها؟ أنه هلأ مش وقت ندربكم، بدنا حدا مدرب جاهز جاي يساعد بهيدا الإطار. قديش في قدرة اليوم عند النقابة أنه تعمل خلينا نقول تعطي كورسز، تعمل عمليات تدريب خارج إطار المستشفيات لحتى لا يروحوا شوي، يعني على القليل تنقبل طلباتهم؟ شكرا على هالسؤال. بدي اوضح، النقابة ما فيها تعمل تدريبات بوست جراديويشن لانه نحن ما عندنا مستشفيات. نعم. تدريباتهم بدها تكون على الارض، منشان هيك نحن فينا نعلي الصوت ونقول للمستشفيات ما عندكم خيار، بدكم تفتحوا باب التوظيف للمخرجين جداد، الجائحة باقية معنا كل سنة 2021، ما نرجع نعمل زيت الغلطة اللي عملناها وقت المستشفيات شحتت للمرضات والمرضين وقت نكلت فيهم. وصلنا لهون كنا علينا الصوت وقلنا عم بتدقوا بخط الدفاع الأول، انتبهوا وين رح نصير. وصلنا على اللي كنا عم نقوله، هلأ بنرجع منعلي الصوت مرة تانية ومنقول ممنوع حدا يكون عنده شهادة تمريض قاعد ببيته. نحن عم نشتغل بطوارئ صحية، نحن بحرب وبالحرب
كل الجنود مفروض يكونوا عم بيستعملوا، في شيء بيكون على الجبهة الأمامية، في شيء بيكون خط تاني عم نحضره ليطلع على الجبهة الأمامية. ما ننسى إذا مرضى أو مرض من الفريق انصاب كل الفريق بده ينحجر. صحيح. وهلأ الإصابات بدها تزيد مثل ما نحن شايفين ومثل ما كنا متوقعين، بعد الأرقام بدها تزيد أكثر. صحيح 100% الكلام اللي عم بتقوليه. عندي مشكلة مع منشان هيك. نعم مش الحال عم نسمعك. كل شخص. نعم ست ميرنا كمان لحتى لي ما طول عليك، بعرف انك دهرتي بين اجتماعات لحتى لي تكوني معنا. في شيء ملفت اليوم، خليني روح شوي على المنحة الاقتصادي. يعني اليوم عم بتقولي ممنوع ممرض وممرضة يكونوا بالبيت، هودي جنود لازم نستعملهم ونحضرهم للجبهة الأمامية. اليوم ربما يكون المردود المادي تجاه بناء الإنسان على يعني إلى جانب الموضوع الإنساني والجانب الإنساني بعمل الممرضات والممرضين، كمان بدهم يعيشوا بالنهاية، يعني موضوع المعاش، موضوع المردود الاقتصادي من هذا العمل. اليوم نعرف كثير ناس إذا المردود ضئيل جدا يعني أنجأ بيقدر يقلع بشوية حاجيات، لأنه بيقول لك هي أنا ليه بدي عرض حالي على الرغم من رسالتي الإنسانية، عرض حالي لخطر كثير كبير. وشفنا مثل ما تفضلت إصابات كبيرة بالجسم الطبيعي وناس يعني قضوا نحبهم واستشهدوا أثناء قيامهم، بدنا نسميهم شهداء لأنه هودي مثل ما قلتي جنود على خط الدفاع الأول أثناء قيامهم بواجبهم. طيب اليوم كمان فيها وجهة نظر أنه بخاطر بحالي وبعائلتي وبكل أهلي ومحبيني مقابل ماشي يمكن ما بيكفوني أكلي أو تنقلاتي. سمر هيدا موضوع كتير مهم لنا ونحن موقفنا كتير واضح بهالموضوع. نحن طلبنا تحفيزات للتمريض. هلأ يمكن حدا بيقول انه طيب ما الشعب اللبناني كله عايش تحت هالاقتصاد المنهار، بس انا برد بقول مش كل الشعب عم بيحط حياته على كف ايده وبيهجم على الخطر ليدافع عن الشعب وعن صحة المجتمع. مش بس عم بيحط حاله بخطر، عم بيحط عائلته، عم بيحط أولاده، عم بيحط أهله. مشان هيك بالحرب العسكر بيتعززوا، ونحن حربنا صحية وعسكرنا هن المرضات والمرضين والأطباء. بس كمان في شيء أهم من هيك، للأسف في بعض مستشفيات مش عم تحط الحجر. لما أنصاب أنا كمرضى عم بيقسموا الحجر 14 يوم أو 10 أيام بين المرضى والمستشفى وعم بيخصموا لهم من مشكلة الكونكشن من جديد. عشان هيدا القليل. هيدا عكس القرار اللي طلعتهم على طلب من النقابة. يعني في كمان بيئة آمنة لمرضات المرضين، لازم يحصلوا على مواد تحميهم، تقدر تحميهم. هن مشكلة الكونكشن دايما ست ميرنا بدي اقول لك ما كنا عم نسمع هلا البارت اللي كنتي عم تقوليه لسوء الكونكشن. بس كمان رح ارجع شدد على نقطة أساسية، اتصالات هلا بجدون عم توصل على الكنترول من ممرضين وممرضات عم يحكوا بنفس الشيء اللي عم تحكي فيه، انه نحن بنقبض 600,000 لما عم نضطر ننحجر عم ينخصم من معاشنا، يعني عم بيطير معاشنا من الهيدا، ولا الادويه متوفره ولا في تسهيلات لحتى الجسم التبريدي. يعني اذا انصاب حتى هن يعني كبيرسونيل بمستشفيات، بعض المستشفيات ما عم تتعامل بأولوية لهم كمان، أنه ما عم يقدروا حتى يفوتوا أو يفوتوا أهلهم على المستشفيات. هيدا كل المواضيع نحن سرناها، وسرناها بمجلس الدفاع الأعلى بالاجتماع اللي صار بالقصر الجمهوري، وطلعنا بيانات فيها وعم نحكي الوزراء فيها وكل المعنيين. نحن كنقابة منقول لهم إذا بدكم تحافظوا على الصحة بدكم تحافظوا عن مرضات ومرضين لبنان، ما ترجعوا توقعوا بالغلطة زيتا اللي صارت من كم شهر، من 17 تشرين 2019، وقتها بلشت المستشفيات تشحت مرضات ومرضين وعلينا الصوت. نعم. وقلنا انتبهوا يا جماعة، أول الجائحة قلنا انتبهوا، هول عسكرنا
هول لازم نحافظ عليهم، هول جنودنا. لوين رايحين؟ هلأ منعلي الصوت ومنقول الآتي أعظم، حافظوا عليهم، استوعبوهم كلهم بالعمل، افتحوا بواب التوظيف للخريجين الجديد. في كتير مرضاتهم مرضين عم بيشتغلوا ربع دوام نص دوام، خليهم يرجعوا يفوتوا كلهم سوا بسوق العمل لنقدر نربح على الحرب هيدي.